أهازيج وفرحة تغمرها براءة الطفولة وماض جميل تستحضره الفتيات يتجسد في أزيائهن ورقصاتهن. إنه الاحتفال السنوي بتقليد النصف من شعبان أو حق الليلة، وتحت رعاية كريمة من سمو الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم حرمي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وبحضور سمو الشيخات حصة بنت حمدان وميثة بنت حمدان آل مكتوم، أقام نادي زعبي للسيدات بدبي حفل حق الليلة بتنظيم من هيئة آل مكتوم الخيرية وبمشاركة جمعية بيت الخير ومدارس التعليم الأساسي، حيث قدمت زهرات الحفل لوحات تراثية شعبية ترجمت قيمة هذا الاحتفال التقليدي الذي تحييه دولة الإمارات ودول الخليج من كل عام استعدادا لدخول شهر رمضان ونشر ملامح الحياة الإماراتية قديما عبر الفقرات التي أدتها الطالبات، إذ يعد هذا اليوم مناسبة منتظرة بالنسبة للأطفال لجمع أكبر قدر من الحلويات والمكسرات وارتداء أجمل ثيابهن وحليهن والقطف من بساتين السعادة ونشر الفرحة في كل زوايا المكان.